ما قلت لحضراتكم ونوهت مره واثنين وثلاثه ان شاء الله معانا بعد قليل المستشار مرتضى منصور هيكون معانا في مداخله مهمه وكشف تفاصيل وكشف حاجات يعني مفاجآت لنادي الزمالك. بعد قليل هيكون معانا ان شاء الله المستشار مرتضى منصور، عشان بس الناس اللي عماله تبعت لي المداخله هو هيدخل اول ما يخش مكتبه، اكيد متواجد في نادي الزمالك، هنتواصل ان شاء الله والمداخله بعد قليل هيكون معانا على الهواء مباشره المستشار مرتضى منصور. ما تقلقوش ان شاء الله المداخله يعني بعد قليل على طول ان شاء الله، بس يعني يجهز المستشار مرتضى منصور يكون معانا. استاذ عبد الشافي، استاذ مصطفى تطرق في سياق حديثه لنقطه مهمه جدا، ان المقصود تعطيل مسيره نادي الزمالك وليس مرتضى منصور. ده اكيد انا اتفق مع مصطفى ده، لان الزمالك مش وصل للعالميه على مستوى الانشاءات، الزمالك وصل للعالميه حتى على مستوى الرياضه. لما تحتكر كل البطولات في كل اللعبات، لما المنافس بتاعك لم يدخل خزائنه اي بطوله، لما المنافس بتاعك يتفرغ للبيانات وانت بتحصد البطولات. نعم. فالزمالك وصل العالمية دلوقتي حتى في الكورة، انت وصلت لدرجة المتعة، بتمتع الناس، بتمتع جمهور الزمالك. نعم. يعني لدرجة انك انت بتقول الله من كتر من شدة المتعة، وانك انت بتتفرج على فريق اوروبي، فريق زمالك بالطراز الاوروبي والدرجة العالمية دي، وتقول عليه الله. عاوز اسمح لي بس اقول فضل حاجة. فضل يعني انا هاخد بقى كلمة اللي قالها المستشار، انا مش فاضلكم لما افضى هاجي لكم. نعم. ماشي، ده لازم اقولها. نعم. في حاجه لازم نتوقف عندها هنا في قناه الزمالك. هو حضرتك تعرف ان اللجنه المنظمه لكاس العالم اخترت الزمالك ليه؟ انه يلعب في الملعب اللي هتقام عليه نهائي كاس العالم في قطر، اللي هي السوبر المصري السعودي. نعم. لانه الاكثر شعبيه، لان الاتحاد الدولي قال لك النادي ده اللي شعبيته في العالم كله، والاختيار طبعا تم على اساس بطل الدوري السعودي بطل مع الدوري بطل الدوري المصري. نعم. خلينا اكمل بس ان شاء الله الزمالك باذن الله. اتفضل. ما هو الزمالك، بص، لا شك في ان الزمالك هو بطل الدوري باذن الله، حتى الان الزمالك هو البطل باذن الله. بس اكمل. نعم. عارف ليه اختاروه ان الملعب لوسيل ده؟ نعم. يختار يلعب الزمالك؟ كل المعلقين من كل دول العالم يقول لك اللي افتتح هذا الملعب هو الزمالك والهلال السعودي. نعم. التاريخ هيكتب ده. نعم. ان الملعب اللي استضاف النهائي كاس العالم هو الزمالك والهلال. ده قيمه وقامه الزمالك، ده تاريخ الزمالك، التاريخ ده الزمالك الجديد اللي عمله مرتضى منصور. نعم. مش تطبيل، ولكن دي الحقيقه. نعم. الجماهير كلها، الحدث اللي حصل امبارح لما الاقي من كل الدول العربيه كاتبين هاشتاجات. نعم. خط كلنا احمر مرتضى منصور. لا. نعم. يبقى هاجي لكم لما افضى، هاجي لكم. نعم. ان شاء الله بعد قليل زي ما قلت لحضراتكم هيكون معانا ان شاء الله مستشار مرتضى منصور، ان شاء الله يكون فضي وجنة باذن الله، زي كلمات طبعا المبدع احمد شيبه. يعني انتظرونا، يعني بعد قليل ان شاء الله يكون معانا مستشار مرتضى منصور.